بحلول 22 جويلية من كل سنة تحتفل المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 53 لعيد الشرطة الجزائرية. الذكرى تحل علينا اليوم والجهاز يرتقي سنة بعد سنة نحو الأفضل. بعد مرور أكثر من نصف قرن تكون الشرطة الجزائرية قد قطعت أشواطا مهمة في محاربة الإرهاب وكذا الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود بنتائج جد إيجابية. الجزائرية تقف اليوم عند الذكرى ونقدم لكم هذا الروبورتاج، تابعوا معنا. الوسائل المادية لمحاربة الجريمة، التكوين وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشرطة مع التركيز على تقريب الشرطي من المواطن وكسب ثقته باعتباره شريك أساسي في العملية الأمنية هي أولويات أخذتها المديرية العامة للأمن الوطني على عاتقها وتجسيدها ميدانياً. وفي هذا السياق تسعى الشرطة اليوم على تطبيق تعليمات القيادة الخاصة بطريقة التعامل وكيفية الاتصال مع المواطن والحرص على أمنه. وإلى جانب هذا أعطت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الاهتمامات البالغة للتكوين. حاولنا التقرب أكثر من مديرية الإدارة العامة للشرطة أين استقبلنا من طرف مراقب الشرطة وقدم لنا شروحات حول المصالح التي نحن بصدد زيارتها. مديرية الإدارة العامة هي أحد المديريات الهامة التابعة للأمن الوطني. مديرية الإدارة العامة هي مديرية من مديريات المديرية العامة للأمن الوطني. الاختصاص تاعها يعني يندرج في توفير كل الإمكانيات المادية للشرطي باش يؤدي المهام تاعه كما يرام. وهاد الإمكانيات تبدأ بالمنشأة، يعني نبدأ بالمنشأة العقارية ونطورها على حسب مخططات، يعني مخططات الدولة، المخططات الخماسي الأول الخماسي الثاني، والهدف هو تغطية كل المدن تغطية أمنية فيما يخص ميدان اختصاص الشرطة، حيث تندرج تحتها عدة مصالح منها مصلحة الإمداد ومصلحة المالية والتجهيز ومصلحة العتاد والأسلحة. هذه مصلحة هي مصلحة من مصالح مديرية الإدارة العامة،
مديريه الاداره العامه عندها مصالح مركزيه ومصالح جهويه. مصالح مركزيه كما زرتوها كاين مديريات فرعيه يعني ونقولوا لها نيابه مديريات مختصه، كل نيابه مديريه مختصه في ميدان، ثم اللي زرتهم مختصه في ميدان الامداد، كل ما يخص امكانيات التكفل بالشرطي فيما يخص الاعاشه تاعو، اللباس وامكانيات تجهيزه الامني. المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بالجزائر العاصمة تعتبر بمثابة المادة الأولية، فهي التي تسهر على تدعيم جميع المقرات الأمنية بحاجيتهم. تعتبر المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بالجزائر العاصمة امتداد لمديرية الإدارة العامة على المستوى الجهوي، وهذا على غرار المصالح الجهوية الست الأخرى، بحيث نجد جميع نيابات مديرية الإدارة العامة ممثلة على المستوى الجهوي بمكاتب لها نفس الدور والمهام. تم إنشاء هذه المصالح الجهوية السبعة بموجب مرسوم رئاسي مرسوم تنفيذي سنة 1997. وفي إطار المخطط الذي انتهجته المديرية العامة للأمن الوطني لضمان تغطية كاملة وتخفيف الضغط، تم إنشاء 5 ورشات. في هذا السياق تم تجسيد العديد من المشاريع والتي نذكر منها على سبيل الحصر فقط. أولاً إنشاء ورشة خياطة سنة 2012 وتجهيزها بمختلف الماكينات، وكذا توظيف عمال ذوي اختصاص لضمان نجاعة إنتاج البدلات المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني. وفي إطار التكفل بالعتاد السيار يعني جميع المركبات لقوات الشرطة على مستوى أمن ولاية الجزائر وبومرداس، أي قطاع اختصاص المصلحة الجهوية المالية والتجهيز، وكذا تخفيف الضغط على ورشات إصلاح المركبات بالمصلحة الجهوية، تم إنشاء في هذا الشأن 5 ورشات ميكانيكية جديدة، أين بلغ العدد الإجمالي للورشات المتقدمة 18 ورشة، بالإضافة إلى تدعيمها كلها ب3 ورشات متنقلة. وفي جانب التكفل الاجتماعي والصحي بالشرطي لضمان مردود أحسن بالميدان، فالمصلحة تحتوي على عدة مكاتب صحية وترفيهية. التكفل بالشرطي ثانيك هو اختصاص يعني بصفة كبيرة لاختصاص مديرية الإدارة العامة، والمديرية متكلفة بالنشاط الاجتماعي باش الشرطي يؤدي المهام تاعه مليح، لازم نعطوه كل الإمكانيات المادية و اللي يسحقها في الميدان باش يحافظ على السكينة العامة ويكون بالمرصاد في حفاظ على المواطن والممتلكات تاعو. وكاين احتياجات أخرى، هي احتياجاته هو بعد احتياجات شخصية اجتماعية، لازم نوفر له كل الإمكانيات باش يعمل مليح ويعيش مليح. الشرطي لازم نشوفه لازم يلبس مليح، لازم يأكل مليح باش يقدر يؤدي المهام تاعو بصفة يعني فعالة. في إطار التكفل الاجتماعي بموظفي الشرطة وكتعويض على المجهودات التي يبذلونها في سواء كانت عضلية أو جهود بدنية، المصلحة الجهوية المالية والتجهيز عملت على توسيعة قاعة الإطعام بالنسبة لجميع الرتباء، وكذا إنشاء قاعة إطعام خاصة بالإطارات تتسع إلى 80 مقعد، مع تجهيزهما بكل الوسائل والعتاد الضروري لتوفير الراحة، مع إنشاء قاعة حلاقة ومحطة تنظيف الألبسة والأفريشة، زيادة على إنشاء عيادة جراحة الأسنان مع تدعيمهما بكل التجهيزات الطبية، مع تهيئة حديقة للراحة تتوفر على تنوع نباتي وحيواني، هذا في الجانب الصحي.
وتجهيز عدة مكاتب كل حسب اختصاصه، أهمها حظيرة السيارات التي تتوفر على 5 ورشات تختلف حسب السيارات ونوعيتها. المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز تتوفر على 5 ورشات. الورشة الأولى متخصصة في السيارات ذات الوزن الخفيف، سيارات وزن الثقيل، سيارات رباعية الدفع والمطالة والدهن، وورشة الدراجات النارية. بالإضافة إلى ذلك تتوفر المصلحة على 18 ورشة متقدمة لتخفف العبء على المصلحة المركزية. وتقوم هذه المصلحة بالكشف عن العطب عن طريق أجهزة متطورة. المصلحة نتاعنا تستقبل السيارات كما شفنا في مختلف الورشات، يستقبلها التقني تاعها، يجوزها عند شكون نابل لوتي دو ديغنوستيك اللي هو سكانر، يديتكتي لابان تاعها، ابري لابان هذيك يدخل التقني مباشره للصيانه تاعها. مكتب الإمداد هو مكتب تابع للمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز، يشرف عليها العديد من الإطارات المتخصصين، حيث يعمل على إمداد المصالح بمختلف الألبسة واللوازم. نيابة مديرية الإمداد تم إنشاؤها سنة 1999 لتباشر مهامها أول مرة في السداسي الأول من سنة 2000. تتكفل نيابة مديرية الإمداد بثلاث ملفات أساسية ومهمة. الملف الأول هو ملف تغذية الأفراد العاملين بمختلف الكتائب والفرق والوحدات، يضاف إليها الملف الثاني المتعلق بلا كونفيكسيون، تفصيل وخياطة الألبسة بمختلف أنواعها. من خلال تواصلنا مع مدير الإمداد شرح لنا المراحل التي مر بها الزي المهني للشرطة الذي سعت المديرية في كل مرة إلى تطويره بدراسات مختصة مما يتناسب مع الجو والبيئة التي يشتغل بهما الشرطي. الألبسة، تاريخ الألبسة اللي بدأ سنة 1986 لنعطيكم نبذة تاريخية موجزة. بعد الاستقلال مباشرة، أي من جويليا 1962 إلى بداية 1963، كان الزملاء الأوائل اللي كان العدد تاعهم لا يفوق 1000 أو 2000 شرطي يزاولون مهامهم اليومية بألبسة جيش تحرير، لي توني دو كومبا دو لالان، لارمي دو ليبراسيون ناسيونال. في 1963 أول بدلة تم صناعتها في اليابان، وحسب ما يقال اليابان او الصين. دونك هذا اللباس اللي كان اللون تاعه كاكي تم استعماله لمده 3 سنوات من 63 الى غايه 66. وفي 1966 تم صناعه اول لباس بايطاليا بالزي اللي راكم تشوفوا فيه، من 66 الى سنه 1976 بايطاليا. بعدها من 76 إلى 1986 في نفس البلد تم تطوير القماش، استدير لو تيسيو لو غراماج تاعه انقص. وبالتالي لنلخص بأن اللباس تم صناعته في إيطاليا من 66 إلى 86. ومن سنة 1986 إلى يومنا هذا، أو إلى غاية 2012، من 1986 إلى 2012 تم صناعة كل الألبسة على مستوى الورشة المركزية للخياطة بنيابة مديرية الإمداد. وهذه هذا اللباس لو طو دانتيغراسيون تاع لو برودوي كل منتوج وطني. في 2012 تم استحداث لباس جديد اللي هو باللون الأصفر دوري خاص بمراقبي الشرطة. للإشارة يتم خياطة وتفصيل كل الألبسة الخاصة بوحدات حفظ النظام
فرق متنقلة للشرطة القضائية وكل مثال الشرطة العلمية وشرطة المرور شرطة العمران وكذا كل الألبسة الخاصة بمختلف الفرق العاملة بالميدان. هذا بالنسبة للملف الثاني. الملف الثالث يتعلق بالزيكيبمون دو كوليكتيفيتي، تجهيزات الجماعات المتمثلة في المغاسل، المتمثلة أيضا في المخابز، في الباتري دو كويزين، في جيستانشيل دو كويزين، كل ما له علاقة بتغذية الأشخاص وبضمان نوع من الرفاهية لهم أثناء ممارسة مهامهم اليومية. وتعمل مديرية الإمداد على تغطية 48 ولاية وهذا بالتعاون مع المصالح الجهوية. بالنسبة للألبسة أو مختلف تجهيزات الجماعية نقوم بتجهيز 48 ولاية، والإشارة أن هناك ديزاتولي ريجونو بالنسبة للاتوني موجودين على مستوى البليدة، المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بالبليدة، المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بالجزائر العاصمة، وكذا النواحي الأخرى المتمثلة في بشار، تمرست، قسنطينة وورقلة. الاتولي الجديد الذي تم فتحه أثناء الزيارة اللي قام بها سيدة اللواء في 2012 على مستوى الورشة المركزية للخياطة أعطانا الضوء الأخضر لفتح الاتولي الخاص بالكاسكات بالقبعات، وعليه في القبعات راه تنخدم بطو دانتيغراسيون دو 100% على مستوى هذا المصلح. مديرية العتاد تعتبر من أحد مصالح التابعة للمصلحة الجهوية للمالية والوسائل، حيث تقوم بضمان الدعم لمصالح الأمن الوطني من حيث العتاد والأسلحة. نيابة مديرية العتاد تسهر على توفير كل الوسائل اللوجستيكية لمختلف مصالح الأمن الوطني على كافة التراب الوطني، وبالخصوص فيها ثلاث مجالات اللي تخصص فيها نيابة المديرية. المجال الأول واللي هو مجال التأثيث المكتبي خاصة للمصالح اللي تدشن يعني حديثا، وكذلك تلبية حاجيات مختلف مصالح الشرطة التي هي في الخدمة. الجانب الثاني أو المجال الثاني واللي هو المطبعة المركزية للأمن الوطني، والتي تتكفل بتوفير كل المطبوعات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، مطبوعات وسجلات بمختلف أنواعها، وكذلك اقتناء كل الآلات واللوازم المكتبية، توفير بعض الوسائل البيداغوجية والتقنية لكذلك مختلف مصالح الشرطة خصوصا مدارس الشرطة مثل مخابر اللغات، وتجهيز قاعات الدراسة والمحاضرات بأحدث الأجهزة السمعية البصرية، كذلك توفير مختلف أجهزة الكشف والمراقبة مثل أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات، كذلك أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة والتي يتم استعمالها يعني بكثرة في الحدود في مراكز الحدود سواء الجوية البحرية أو البرية، كذلك أنظمة المراقبة بالكاميرات على مستوى مختلف مقرات الشرطة خصوصا مقرات الشرطة. يعني هذا إجمالا المهام الرئيسية المنوطة بنيابة مديرية العتاد. مكتب المطبعة هو أيضاً يندرج تحت مصلحة المالية والتجهيز، والذي يختص بطبع جميع الوثائق المستعملة من طرف المقرات والوحدات بالإضافة إلى المجلات الدورية للشرطة. نحن متواجدون هنا بالمطبعة المركزية للأمن الوطني، حيث تقوم هذه المطبعة بإنجاز 90% من الوثائق المطبعية الدفاتر والسجلات وكل ما يتعلق
المطبعة وكذا المجلات لتلبي احتياجات كامل مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني. كما تحتوي المطبعة على مكتب السينوغرافيا الذي يختص في طباعة اللافتات. نحن متواجدون هنا بفرع سيريغرافيا التابع للمطبعة المركزية للأمن الوطني، حيث تقوم هذه الفصيلة بإنجاز اللافتات واللوحات والملصقات لمختلف مصالح الشرطة لتلبية طلباتهم بخصوص المناسبات والندوات الوطنية والدولية. مثلا هذا دليل شرطي المرور نطبعوه هنا أن يعمل به أعوان الشرطة تابعين لمديرية الأمن العمومي. وتسعى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بالجزائر العاصمة السهر على تحسين المستمر لمستوى معارف رجال الشرطة، وخاصة المهمة منها، فالمصلحة تسهر على تكوين المستمر بالاعتماد على دورات تكوينية تمكن الشرطي من الاطلاع على آخر المستجدات. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. دونك كما جرت العادة على مستوى المصلحة الجهوية المالية والتجهيز في مجالات التكوين وبالخصوص في مجال التكوين المتواصل اللي نزيدوا على غرار الأسلحة اللي شفتوها من قبل، كاين سلاح جديد اللي دخل الدي جي اس ان اللي هو دونك اليوم ان شاء الله نديروا عليه تكوين في مجال الصيانة التفكيك. انتوما النواه الاولى وانتوما اللي متقربين من الشرطي في الميدان، ماذا بينا انتوما بصفتكم مكانك تحيه قاعد. تفضل. كما قلنا فدائيه يكون التركيز في هذا المجال، أن جاء رئيس المصلحة الجهوية المالية والتجهيز بصفة باش تشوفوا مدى أهمية هذا التكوين هذايا، الحساسية تاع المجال اللي تعملوا فيه أنتوما. تقصيد رئيس المصلحة الجهوية المالية والتجهيز شرفنا اليوم وعنده مداخلات في هذا الميدان. في هذا التكوين قصير المدى العمل توصيات سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني النص على تحسين المستوى المهني والمستوى المعيشي لجميع قوات الشرطة العاملة بالميدان. على مستوى المصلحة الجهوية المالية والتجهيز مختلف، مثلا صيانة أسلحة عندنا تمارين الرماية، وهذا بالنسبة للصيانة وتمارين الرماية بالنسبة للعوان الجدد والموظفين الجدد الذين تخرجوا من مدار الشرطة في المدة الأخيرة. بالنسبة لرؤساء المصالح، رؤساء الأقسام على مستوى المصالح يدخل تكوين في المراقبة الدورية للأسلحة، طرق المراقبة الدورية، نظافة الأسلحة، تنظيف الأسلحة إلى آخره، مسك سجلات مختلف سجلات مرتبطة بالأسلحة. أما في مجال التكوين وعملا بتوصية القيادة وعلى رأسها سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني والنص على تحسين وتطوير المردود المهني لموظفي المصلحة وكذا موظفي المصالح النشطة تابعة إقليميا لقطاع الاختصاص، وحرصا على الاستعمال العقلاني لمختلف العتاد الموضوع تحت تصرف هذه المصالح، وكذا توحيد طرق التسيير في جميع المجالات والاختصاصات، فإن المصلحة الجهوية المالية والتجهيز بالجزائر تسهر دائما على إعداد دورات تكوينية قصيرة المدى لفائدة موظفي الشرطة وكذا موظفي المصالح التابعة لها إقليميا في مختلف مجالات التسيير
وفقا لبرامج مسطرة في بداية كل سنة. ويحتل التكوين مكانة خاصة في جهاز الشرطة وفي مخططها العملي والعلمي، فهو بمثابة الأساس لبناء جهاز عصري وأداء أفراد مزودين بكفاءات أساسية يتطلبها العمل الأمني. هذا شيء ماشي مكانش، هذا وين بدأ يبان. يعني التكوين هو شغل القيادة العليا للأمن الوطني، يعني التكوين داخل في السياسة المنتهجة للأمن الوطني، التكوين في كل الميادين كما هدرت لك على احتياج الشرطي فيما يخص الإمكانيات، كان الإمكانيات المادية بصح قبلها لازم تكون الإمكانيات الذهنية والإمكانيات قدرة الشرطي للتحكم في الإمكانيات اللي تكون عنده. على هذا التكوين هو الأساس لمهمة الشرطي. يعتبر مطار هواري بومديا من أكبر المطارات الدولية بالجزائر، مما جعله يعتمد على استراتيجية أمنية خاصة لمواجهة أي خطر والسهر على راحة السياح وتنقلات. مما لا شك فيه أن تأمين مطار هواري بومدين من أولويات الشرطة الجزائرية باعتباره واجهة بلدنا وحمايته من أي اعتداء إرهابي أو استهداف لمواقع حساسة، وكذا السهر على حماية المسافرين. إن الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص الإجراءات الأمنية أو فيما يخص الإجراءات الشرطية الخاصة بحركة تنقل الأشخاص عبر مختلف المراكز الحدودية سواء منها البرية أو البحرية أو الجوية، ومطار هواري بومدين بصفة خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به هذا الأخير، وأيضا إلى الحركة الكبيرة التي يعرفها مطار هواري بومدين والتي هي في تزايد مستمر سواء في حركة تنقل البضائع أو المسافرين. فعلى سبيل المثال السنة الماضية بلغ عدد المسافرين حوالي أكثر من 5 ملايين مسافر. ونظرا لأهمية كبيرة لمطار هواري بومدين الدولي، فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسهم السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني يحرص وبصفة مستمرة على الاستقبال الجيد للمسافر وتقديم أحسن الخدمات والتقليل إلى أقصى حد من الإجراءات الشرطية والتقرب أكثر من المواطن والتقرب أكثر من المسافر. نظرا لأهمية كما قلت أسلفت من قبل سيدتي أهمية هذا المطار، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أولا قامت بتوفير جميع الوسائل التقنية على مستوى مطار هواري بومدين بحيث أصبح شرطي الحدود بإمكانه صدر الإيقاف أي شخص يكون يمتلك وثائق مزورة، وأيضا تم توفير لنا جميع الإمكانيات الخاصة بالمراقبة حيث أصبحت تغطية مطار هواري بومدين بصورة كاملة سواء داخل المطار أو محيط المطار. أضف إلى ذلك هناك بنك للمعلومات تتوفر عليه الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، بإمكاننا حاليا بإمكان الشرطي أن تسهل له العملية في إيقاف جميع الجرائم العابرة للحدود سواء منها الجرائم الخاصة بالمتاجرة بالمخدرات أو حركة تنقل الأموال أو فيما يخص الوثائق المزورة. أضف إلى ذلك هناك برنامج تكويني مسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تحسين مستوى معارف الشرطي في كل مرة حتى يساير التنظيمات والقوانين الدولية المعمولة بها عبر مختلف
مختلف المطارات الدولية. فهناك برنامج تكويني وطني على مستوى الفرقة، وأيضا هناك برنامج دولي حيث من خلال دورات تكوينية بالخارج، إضافة إلى هناك ملتقيات تنشط من قبل أخصائيين وطنيين ودوليين دائما في مجال شرطة الحدود. وقد وقفنا على هذه التدابير الأمنية التي تشرف عليها فرق متخصصة ومدربة من خلال تنقلنا إلى مطار هواري بومدينة الدولي، فالاحترافية واضحة منذ أولى الخطوات المتتبعة، والخدمات المقدمة يشكلها بجدارة أعوان الشرطة. فيما يخص التغطية الأمنية على مستوى مطار الدولي هواري بومدين، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم المطار، مطار هواري بومدين الدولي، بجميع الوسائل المادية والبشرية والتقنية والتي أولى لها عناية خاصة سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني، وذلك في إطار دائما تحسين الخدمة وتقديم التسهيلات الكافية للمسافرين. وعلى إثر ذلك كما تلاحظون هناك ثلاث مداخل كلها تخضع للمراقبة الأمنية عن طريق تشكيل أمني متوفر على وسائل مادية وبشرية. الغرض منه هو مراقبة جميع المركبات والأشخاص اللي يدخلوا عبر المحطة الثلاث للمطار، هي مراقبة أمنية بالدرجة الأولى. يشهد المطار حركة قوية للسيارات، خاصة يعني على طوال السنة كاينة حركة تاع السيارات في جميع المحطات. هناك ثلاث محطات، الدولية والداخلية ومحطة الحجاج، كل هذه السيارات تخضع للمراقبة الأمنية. بالإضافة على ذلك هناك وسائل مراقبة تقنية مثل الإسكانر والبوابات الكاشفة للمعادن، بالإضافة إلى فرقة الأنياب التي تعمل على جميع المستوى المطار، تعمل بالمراقبة اليومية. إضافة إلى ذلك هناك الكاميرات التي لها دور كبير في المراقبة المستمرة، وتشكيل هذا هو ليل ونهار، يعمل 24 ساعة ل 24 ساعة. وبمجرد الوصول إلى المدخل الرئيسي للمطار حتى تستوقفك فرقة أنياب الشرطة مزودة بكلاب مدربة، أين تتعرض بعض السيارات للتفتيش مع ضرورة الاحترام المتبادل بين الباب الثاني، أين يستوقفك أيضا رجال الشرطة لتفتيش السيارات قبل الحصول على رخصة الدخول. من هناك إلى دخول المطار، وهنا تستوقفك أجهزة سكانر المتطورة لمراقبة الحقائب وتفتيشها. رجال لا ينامون سهرا على حماية المسافر. يعتبر مطار هواري بومدين حصنا منيعا يحمي المسافر من أي خطر، فقد تم تجهيزه بشبكة متطورة من الكاميرات لكشف كل التحركات. كما لو تلاحظون مطار هواري بومدين مجهز بنظام مراقبة بواسطة الكاميرات الذي يحتوي على حوالي 400 كاميرا. دور هذا المركز هو مراقبة جميع مناطق المطار في المونتوريال في الآونة، التدخل أينما يكون ذلك، متى يكون ذلك مطلوبا، سواء من أجل التدخل في عند وجود طوابير لتسهيل حركة المسافرين وتدخل أعواننا والمسؤولي القطاعات، سواء ما من حيث الاختلالات التي ممكن أن تقع في القطاع تاعنا، مثلا متاع متروك من طرف المسافرين،
في أي مجال يمكن التدخل في مختلف مناطق المملكة. إذن في إطار تطبيق السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والرمية دائما إلى تسهيل حركة مرور وعبور المواطنين، تعمل الفرقة الثانية لشرطة الحدود بدورها على تجسيد هذه التدابير ميدانيا من خلال تطبيقها يوميا. فيما يخص هذه التدابير يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط. أول نقطة هي إلغاء بطاقة الشرطة بالنسبة للوطنيين. ثانيا تحسين المستوى المعرفي بالنسبة للغات حتى يكون هناك تسهيل في عملية التواصل بين الأعوان وبين الأجانب. ثالث نقطة هي تخصيص الرواق الأزرق كما تلاحظون من أجل تسهيل حركة عبور العائلات الأشخاص المسنين وكذا النساء الحوامل. إذن هذا ما يطبق حالياً ويطبق ميدانياً. يمكننا تصنيف مطار هواري بومدين من أكثر المطارات أمناً في العالم بتكاثف وسهر أعوان الشرطة مع الأسلاك الأمنية المشتركة على حمايته. شكراً لكم يا من صنعتم من بوابة الجزائر قلعة أمنية محصنة وسهرتم على جعلها واجهة متميزة لا مجال فيها لعيونكم أن تسهى ولعقولكم أن تبقى فاطنة على الدوام. الوحدة الجوية للأمن الوطني هي أحد المديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والتي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15103 بتاريخ 2 أبريل من سنة 2003، وهذا لتسهيل المهمات الصعبة وتغطية مختلف الطرقات والشوارع. في خضم التحديات التي تواجهها الجزائر، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني جاهدة من أجل عصانة مختلف مصالحها في سبيل الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. لذا فقد عمدت إلى إنشاء الوحدة الجوية للأمن الوطني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 351 المؤرخ في 2 أبريل 2003، أين تم تكليفها بالمهام التالية: أولاً مراقبة حركة المرور عبر الطرق وضبطها، حيث تقوم الوحدة الجوية للأمن الوطني بالتغطية الشاملة لجميع طرقات العاصمة. ثانياً التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث والتي تعد أحد أهم مهام الوحدة الجوية للأمن الوطني، حيث يتجلى دورها في التغطية الجوية الشاملة والمستمرة مع ضمان إرسال الصورة في حينها. ولقد أثبتت التغطية الجوية للأحداث من خلال النقل الحي للوقائع فعالية كبيرة في تمكين القيادة العليا للأمن الوطني من متابعة الأحداث في حينها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. نذكر كذلك بين مهام الوحدة المواكبة والحراسة الخاصة بالمواكب الرئاسية أثناء زيارات الرسمية، كذلك متابعة السيارات المشتبه فيها، وذلك بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة أن يتم التحقق من لوحات ترقيم السيارات عن طريق كاميرات المرواح.
الإجلاء الصحي أين يتجلى دور الطاقم المروحية في إخطار مركز القيادة والسيطرة عن الحوادث المرورية المرتكبة مع ضمان التغطية الجوية إلى إعادة الحركة السير إلى طبيعتها. أخيرا نذكر نقل عناصر وحدات التدخل إلى أماكن العمليات، حيث تعتبر وسيلة النقل الجوي لعناصر التدخل باستعمال الحوامات من أنجع الطرق، وذلك لما تمتلكه من السرعة في التنفيذ وكذا إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن. يسهر على استغلال وسائل وتجهيزات الوحدة الجوية للأمن الوطني طاقم عملياتية تكون من 46 طيار، 11 مشغل كاميرا المروحية، 7 تقنيين في الملاحة الجوية، و11 مشتغل للمحطة الأرضية، بالإضافة إلى 109 تقني مكونين في مختلف الاختصاصات، منها اختصاص هيكل المحرك سيليولي الموتور وكذا إلكترونيك طيران لافيونيك، مكلفين بضمان عملية الصيانة الخاصة بالحوامات. فيما يخص عدد الحوامات، يتكون الأسطول الوحدة الجوية الأمن الوطني من 14 مروحية، 4 من نوع إكيوري A355N و10 من نوع A109 إليوش أغوستا. وتشمل الوحدة عدة مكاتب مسؤولة عن تنظيم رحلات استطلاعية، من بين هذه المكاتب قاعة العمليات التي تعتبر المسؤولة عن تحضير إقلاع الطائرة. مرحبا بكم في قاعة العمليات الوحدة الجوية الأمن الوطني. ما يخفاش عليكم كما لاحظتوا إقلاع الحوامة الأمن الوطني في مهمة استطلاعية لمراقبة حركة المرور. ما هذه الحوامة ما انطلقتش غير هكذا، يافي ان بريباراسيون دو لا ميسيون، و لا بريباراسيون تندار او نيفو دو لا سال دي اوبيراسيون. لا سال دي اوبيراسيون سي كومبوز دو دو فولي، اللي هي لو فولي لي اوبيراسيون ايريان اي لو فولي ترانسميسيون فيديو اون لايف. سيت فيديو اللي ترانسميس بار ليليكوبتر. هنا في او نيفو دو لا سال دي اوبيراسيون نو زافون اون بريبار لو نو زافون دي فول بروغرامي اي دي فول نون بروغرامي. Pour les vols programmés, on a un programme qui est validé par le haut commandement. في هذه الحالة نقوم بتطبيق هذا البرنامج. Pour les vols non programmés, هذا des vols اللي ما يخرج عن العادة. يعني جاء ظرف استثنائي كتظاهرة كحدث. في هذه الحالة الوحدة الجوية على أتم الاستعداد وفي حالة تأهب تأخذ الانطلاق في الحين. بس صح قبل ما تأخذ الانطلاق نقوم ب المراقبة وأخذ المعطيات، نشوفوا لا فيزابيليتي دو لا ميسيون. نشوفوا هنا مثال لا ميتيو، اسكو لي كونديسيون ميتيولوجيك سون فافورابل بور ايفيكتي سيت ميسيون. في حالة ما إذا يكون متوفرة تسمح بقيادة هذه، نشوفوا لا ليزون هذه لي نوطام، اسكو لي دي نوطام كي par définition ce sont des avis de télécommunication diffusés qui touchent à la sécurité ou bien qui consistent en danger aérien. في هذه الحالة لو كان نشوفوا كان ان اوتام يجي يتوش المهام تاعنا، في هذه الحالة نلغيها. في حالة ما اذا ما كانش هناك عراقيل سواء من ناحية النوطام ولا لا ميتيو نقوم بإجراء هذه الطلعات الجوية. كما تقوم الحوامات بالاستطلاع اليومي، وهذا لتسيير حركة المرور التي تعرفها مختلف الشوارع والإعلام عن الحوادث المرورية، بالإضافة إلى الإجلاء الصحي. كما كنتم تشوفوا هنا تلاحظوا هنا عنا نستقبل لا فيديو en temps réel. Cette vidéo elle est transmise par l'hélicoptère. هنا من بين المهام تاعنا سي لا سيكوريزاسيون روتيير. وهنا كتشوفوا في الشاشه رقم 3 هنا كنا في مهمه استطلاع مراقبه حركه المروريه، فلاحظنا هناك حادث مروري. فهذا في هذه الحاله ليكيباج اوتوماتيكمون اي سو فوكاليز على هذا ليفينمون، اون برون اون شارج ليفينمون هذا حتى وصول قوات الشرطه تجي لهنا. دير لاريفي تاع لي فورس دو بوليس سول يبخان سي ديرني بخان اون شارج سيت ايفينمون، حنا اون ديجاج اي اون كونتيني لا ميسيون تاعنا لو بلي نورمال دي موند. الله سيد المام اتينا كما صباح ونخلص هذه الزوبيراسيون تبعو ما تمشي.
مصلحة الخرائط، وهي مرحلة يجب أن يمر عليها الطيار قبل أن يشرع في المهمة المكلف بها. نحن هنا في مصلحة الخرائط، وهي مصلحة حساسة في الوحدة الجوية الأمن الوطني، نظراً للمعلومات التي موجودة في هذه المصلحة، حيث الطيار ولو بيلوت avant de partir pour faire une mission, il lui faut des informations de cartographie. Il vient dans ce service pour planifier et la mission et avoir des informations sur les différents obstacles et différents itinéraires pour exécuter sa mission. On voit ici qu'on utilise différentes cartes. Ça, c'est une carte qui est une carte aéronautique de 500 millièmes. Ça, c'est une carte une photo satellite avec les différents services de police implantés au niveau de la sud d'Alger. Là, les zones qui sont cataloguées par pays, c'est les zones interdites, prohibited. On a d'autres zones qu'on appelle les zones dangereuses. Les zones dangereuses, c'est des zones où il y a une activité aérienne. Et il y a une troisième zone, c'est des zones réglementées où il faut une autorisation pour accéder à cette zone. Ce sont les trois zones qu'on a au niveau de l'espace aérien d'Algérie et dans le monde entier. Et ces zones, le pilote doit les avoir en connaissance avant. الصيانة أو مراقبة محرك الطائرة يقوم به مجموعة من التقنيين رفقة طيار قبل وبعد إقلاع الطائرة. احنا رانا في مهمة سورتي فيزيت دان هيليكوبتر الى باسي لا فيزيت دو 4 سنتر سي توت لا فيريفيكاسيون دي موتور دي فيبراسيون دي بال اي تو. وهذه تكون برنامجة بعد لي ترافو تكون بقيادة الطيار والتقني في المدرج. يا ابري اون في ان فول تكنيك بور فيريفي توت لا ميكانيك اون فول. شو طيار واحد، شوف مع تروازام ايكيباج كيلزوم على لاكس روتي. اون فو افوار دي ديتاي، اون فو افوار دي ديتاي سور ليتا دو سيركيلاسيون. طيار واحد سيرتو في كوتي لا بون ديرجونس. مقراني ستاسيون طيار واحد. بيان روسي واصل. في هذه الحالة كما لاحظتوا الكوماندون دو بور ما دوموندي دو مينوت بور كيل مو رابلي. بوركو؟ باسكو اكتيومون إلي أون كونتاكت راديو مع لو كونترول أيريان اللي اتصلنا به وين ندو على ملاه فان دو ميسيون بور ليليكوبتر دو لا سيتي ناسيونال. طيار واحد نعلمك فان دو ميسيون إي فو بوفي روجواني لا باز. طيار واحد. دونك هذه نهاية
زراقد. مقراني ستاسيون قيار واحد. بيروس يواصل. فات. افيرماتيف افيرماتيف. فرق البحث والتحري او ما يعرف ببريغاد دو ريشيرش اي دانترفونسيون، وهي تابعة إدارية لأمن الولايات وبالضبط لمصلحة الشرطة القضائية، ولها صلاحيات التحقيق والتخطيط والتنفيذ، ويتمتع ضباطها بصفة الضبطية القضائية. فرقة البحث والتحري هذه الفرقة المتخصصة في مجال محاربة الإجرام العنيف والإجرام الكبير أو شبكات الإجرامية المنظمة. هذه الفرق المتخصصة وهي الفرق البحث والتحري أنشئت خصيصا لمحاربة نوع من الإجرام بعد تفاقم ظاهرة الإجرامية وتشعبها، وكذلك تطورات التي عرفها المجتمع الجزائري من حيث تطور تكنولوجي تطور المجتمع. كل هذه الأمور ولدت نوع من الإجرام الذي أصبح يشكل خطر على الأمن العام، وبالتالي في إطار السياسة التي انتهجتها المديرية العامة للمواطنة وهي لتغطية كامل قطاع الاختصاص على مستوى الوطن، أنشئت هذه الفرق المتخصصة والتي تضم في صفوفها خيرة أبناء الشرطة الذين يعني تلقوا تدريبات متخصصة في مجال مكافحة كل أنواع الإجرام من حيث البحث والتحري وكذلك من حيث التدخل. مهامها تتمثل في محاربة الجريمة بشتى أنواعها بما فيها الجرائم الإرهابية، سواء داخل الولاية أو خارجها، بتمديد الاختصاص بطلب من وكيل الجمهورية. على مستوى أمن ولاية بومرداس أنشئت هذه الفرقة في سنة 2007 أنشئت هذه الفرقة والتي بدأت تمارس مهامها. وما يخفلكمش أن ولاية بومرداس كانت تعاني في ذلك الوقت من ويلات الإرهاب، فبالتالي كانت المهام تاعها الأساسية هي محاربة الجماعات الإرهابية بمختلف أشكالها، وكذلك تفكيك شبكات الدعم والإسناد والتي كانت حققت بها نتائج إيجابية جدا. مع تطور تحسن الوضع الأمني إلى حد كبير وتطور المجتمع وكذلك ظهور بعض الظواهر الإجرامية على مستوى هذه الولاية كبقية ولاية الوطن، أصبحت كان من ضروري أن هذه الفرقة أو هذه الوحدة تتأقلم وتصبح يعني تلقى التكوين متخصص في مجالات أخرى، وهذا لمجاهبة ظواهر إجرامية أخرى خاصة منها إجرام الشبكات كسرقة السيارات التزوير المخدرات. كل هذه الظواهر الإجرامية أصبحت من مهام هذه الفرق. لياقة بدنية، السرعة في التنفيذ والدقة في التحري، السرية التامة جعلها تعتبر الركيزة الأساسية لجهاز الشرطة، وخلق لها هيبة كبيرة وسط المواطنين، فمنهم من تلقاه معجبا بلياقتها وحضورها في الميدان، لكن أغلبهم يخشى الوقوع في يدها.
Affirmatif, affirmatif. Les véhicules qui sont en train de se faire rapidement. Arrestation, palpation. في إطار التكوين المتواصل ولأن الرياضة تعتبر أساسية بالنسبة لأفراد البحث والتحري فهم ملزمون يوميا بتدريبات خاصة، فهناك تمارين خاصة باللياقة البدنية وتقنية الدفاع الذاتي باستعمال أيادي فارغة، وكذا تقنيات الدفاع الذاتي للتصدي لمختلف الأسلحة البيضاء. الآن راكم متواجدين في قاعة الرياضة بأمن ولاية بومرداس الخاصة بتدريب الرياضات القتالية، الفنون القتالية اللي تعتمد عليها فرقة البحث والتحري. هذه الرياضات تتمثل في رياضة الجيدو والأيكيدو ورياضة النينجا تسو. هذه الرياضات يعتمدوا في الأساس على اللياقة البدنية الجيدة وتعتمد على التقنيات الفعالة. هذه التقنيات اللي يستعملهم الشرطي ولا الفرد البحث والتحري في التدخلات تاعو أثناء العملية الميدانية. هذو تمارين ميدانية يومية يتلقاهم كل فرد. الرياضات هذه تعتمد في الدرجات على ثلاث درجات في التدريب تاعها، منها المرونة اللي يكسبها أثناء التدريب تاعها، قوة التحمل اللي جينيرالمون نخدموها في المضمار المقاتل، تقنيات كاين عندنا تقنيات باستعمال أيادي فارغة أنه كيفاش تواجه الادفيرسير تاعنا في الميدان، كيفاش نوقفوه، نخدموا مع ديزاريستاسيون سامبل. وعندنا في بعض الاحيان كيفاش نواجهوا شخص يستعمل معنا اسلحه بيضاء مثل الخنجر مثل العصا اي نوع من هذه الانواع. حنا هنا نوريو التقنيات كيفاش يطبقها ميدانيا وباحترافيه. عندنا تقنيات من الدرجه العاليه مثل الاسلحه الناريه اللي رانا ندربوا عليها يومين، اللي قادر فرد من افراد فرقه البحث والتحري يتعرض لها قادر هنايا تكون تدخل تاعو في المستوى المطلوب. هذه التمارين الرياضيه اللي رانا نتمرنوا عليها يوميا تكسب بالدرجه الاولى الثقه في كل فرد من جهه، من جهه ثانيه تعطيه الواقعيه في الدفاع في الميدان. يعني باختصار شديد هذه هي الرياضات اللي راهي تعتمد عليها فرقه البحث والتحري في امن ولايه بومرداس. وشكرا. انسحب. الله
إضافة إلى الرياضة، يقوم عناصر البحث والتحري بالتمرين المستمر في الرمي بمختلف الأسلحة، وهذا من أجل التحكم في وضعيات الرمي. إن عمل البير ليس بالسهل، فهو نتيجة تضافر الجهود مئات العناصر وفق تأطير محكم وتكوين خاص. مديرية الموارد البشرية هيئة إدارية تابعة لمديرية الأمن الوطني تسهر على تسيير المشوار المهني للموظفين. كما تعرفون مديرية الموارد البشرية هي إحدى مديريات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تم إنشائها بموجب المرسوم 72-92 المتعلق بهيكلة المديرية العامة للأمن الوطني. تطالع في إطار المهام تاعها بإعداد وتنفيذ المخططات السنوية لتسيير وتكوين الموارد البشرية، انتقاء وتوظيف موظفي الشرطة والأعوان الشبهيين وتحضير الامتحانات المهنية، تسيير الموارد البشري خصوصا فيما يتعلق بالتوقعات، متابعة التعداد، تطور المسار المهني للموظفين، تسيير ومتابعة أيضا الجانب التأديبي للموظفين، وأيضا تسيير كل ما هو متعلق بالإحالة على التقاعد. هذا بصفة عامة مجمل المهام اللي تقوم بها مديرية الموارد البشرية في إطار المهام المطلع بها يعني من ناحية تنظيمية. حيث عرفت مديرية الموارد البشرية جملة من الإصلاحات منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب المدير العام، ابتداء من تغيير سقف سن التوظيف لضمان أداء أحسن. منذ مجيء من سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني وترأسه على هذه المديرية العامة سنة 2010 وتحديدا في شهر جويلية 2010، قام بعدة إصلاحات في مجال تخص المورد البشري. هذه الإصلاحات أهم إصلاح اللي جاء بها وهو إصدار القانون الأساسي لسير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني. هذا القانون الأساسي اللي إصدر 22 ديسمبر 2010 أقر على عدة تغييرات جذرية مست بهيكلة وبتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني من حيث تسير المسار المهني للموظفين، وأيضا من حيث كيفية فرض الانضباط، وأيضا إرساء قواعد تسير المؤسسة، قواعد سليمة لتسير المؤسسة. أهم إجراءات اللي قاموا بها في هذا المجال وهو استحداث رتب جديدة كرتبة مراقب ومراقب عام، وأيضا استحداث رتبة مفتش رئيسي للشرطة، أيضا إلغاء بما يسمى بلا فيليير أون سيفيل، ولات كاينه اون سول فيليير سي لا فيليير أون تونو، هذا لتوحيد الرتب، وأيضا لأكثر تجانس للعمل الميداني. في نفس المرحلة أيضا قام بإصلاحات تمس التوظيف، حيث قام بتشبيب العنصر البشري، تشبيب من حيث أقر شروط التوظيف اللي تنص على أن العمر تاع الموظفين ينحصر أساسا ما بين 19-23 سنة بالنسبة لأعوان الشرطة، و 22-25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة. هذه المرحلة عرفت أيضا إعادة النظر في برامج التكوين، حيث تم إنشاء عدة لجان مركزية يترأس سيادة اللواء شخصيا، وين إعادة النظر في برنامج تكوين الملازمين الأوائل، وأيضا في برنامج تكوين أعوان الشرطة.
في نفس سياق التكوين تم تمديد فترة التكوين إلى سنتين، وهذا أيضا لإعطاء أكثر ديناميكية وأيضا أكثر احترافية للشرطة الجزائرية، وهذا بعد ما عرفت البلاد عدة تغيرات مست المجتمع الجزائري، وأيضا هذا تماشيا مع التطورات اللي حصلت أو تغيرات في مجال الجريمة المتعددة الأشكال، سواء الجريمة الوطنية أو الجريمة العابرة للقارات. هذا فيما يخص التوظيف والتكوين. وانتهجت المديرية سياسة الاتصال المباشر مع الموظفين التي يصر عليها اللواء في كل اجتماعاته، وهذا من أجل طرح الانشغالات ومحاولة معالجتها. قبل ما نمر إلى أهم الإنجازات في هذه المرحلة، بعجالة سأتكلم عن تاني من بين الإصلاحات إعادة النظر في المنظومة الاتصالاتية الخاصة بالمؤسسة، لا سيما في مجال مديرية الموارد البشرية. كيف تم إعادة النظر؟ تم تقريب الموظف من إدارته. هذا التقريب الموظف هذه بأوامر من طرف سيادة اللواء أترافير لي بريفينغ، أترافير لي كونتاكت، أترافير لي زوديونس، أترافير تلقي الشكاوي والاستماع والإنصات. هذا الإنصات يكون سواء من طرف المباشرين، وحتى إذا كان فيه من ناحية نفسانية حتى النفسانيين اللي عندنا تاني ساهموا في هذه العملية باش يتلقاو انشغالات موظفينا في مجال حتى في مجال الحياة الاجتماعية الخاصة بهم. لازم يكونوا البيبان مفتوحين، لازم تتصل بالموظفين، لازم نشوفوا الانشغالات تاعهم، لازم نوصلوا لهم لأقصى درجة. وحقيقة كانت هناك ترسانة من القوانين الداخلية أو النظم الداخلية التي سنت في المرحلة الأخيرة في هذا الاتجاه. وأوضح مدير الموارد البشرية أن تعداد أفراد الأمن الوطني ارتفع، وأن حصيلة الأسد في التوظيف تكون للأعوان. نعود إلى حصيلة نشاطات مديرية الموارد البشرية من ناحية الأرقام. راح نتكلم عن الفترة الممتدة من جويلية 2010 حتى تاريخ جوان 2015. هذه الحصيلة يمكن حصرها فيما يلي: فيما يخص التوظيف الخارجي وصلنا حوالي 48 ألف توظيف في هذه المدة، 48 ألف توظيف عنصر شرطية، وحوالي 27154 هادو تاع الأعوان الشبهيين. لاماس الكبيرة هنا هما أعوان الشرطة، المقدر عددهم بحوالي 40 ألف عون شرطة الذين تم توظيفهم في هذه المرحلة. ما طبع هذه المرحلة بالذات هو أن صدر مالغري هذا الكم الهائل من الموظفين اللي ريكريتيناهم، بصح قعدنا في نفس مدة التكوين وكونترا زدنا ألحنا على نوعية التكوين. إضافة إلى هذا، تم استحداث رتب جديدة لضمان تطور أحسن للمسار المهني للتوظيف. قلنا فيما يخص الترقية، أقر القانون الأساسي لموظفي الشرطة ثلاث أنماط للترقية: الترقية في تسجيل على أساس الاختيار، في قائمة التأهيل على أساس الاختيار، الترقية عن طريق الامتحانات المهني، والترقية الاستثنائية للذين برزوا أثناء تأدية مهامهم أو قاموا بأفعال بطولية. التعليمات تاع سيادة اللواء في هذا المجال وهو الإصغاء ثم الإصغاء ثم الإصغاء إلى موظفينا، والإطلاع على مشاكلهم يوميا، لأنه حتى هو يعني شخصيا رغم الارتباطات تاعه ورغم الالتزامات تاعه يتابع شخصيا كل كبيرة وصغيرة فيما يخص تطوير ظروف العمل سواء المهنية سواء الاجتماعية لموظفينا. ولعل سياسة الاتصال تتجلى واضحة في الأبواب المفتوحة التي أصبحت تقرب المواطن أكثر من الشرطة. We'll be right back.
زرنا الأبواب المفتوحة وتقربنا من مديرية الأمن العمومي التي تعتبر الهيكل الأساسي لكل المديرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. إذن مديرية الأمن العمومي على غرار كل المديريات الأخرى تشارك في كل هذه التظاهرات المعنية بالأبواب المفتوحة، وذلك في إطار الاقتراب أكثر فأكثر من المواطنين، وتدخل في إطار أولا السياسة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تركز على نقطتين رئيسيتين وهي الشمولية بمعنى جميع المديريات حتى يكون المواطن يقترب أكثر فأكثر من جهاز الأمن الوطني. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولية الشمولية، ثم الاستمرارية من خلال التنقل على كل الولايات، نصول ونجول كل الولايات حتى يكون هناك فعالية في الأداء الأمني إن شاء الله. في إطار التكفل الصحي والاجتماعي بأفراد الشرطة، عززت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة سبل التكفل بأفراد الشرطة وبعائلاتهم، وهذا ما لمسناه في مستشفى الشرطة الإيجليسي، وقد تم تجهيز المستشفى بكل التخصصات الطبية والجراحية. زرنا مصلحة طب الأطفال أين وقفنا على جاهزية المصلحة لاستقبالها للأطفال. Je suis recrutée au niveau de la structure de la DGSN, l'Églisine, depuis 1992. Je suis chef de service, le chef d'unité de pédiatrie. C'est une unité qui a été ouverte récemment, depuis novembre 2014. Et elle consiste en un hôpital de jour où on reçoit les malades qui consultent au niveau de la structure dans le cadre de l'urgence. Donc en fait, c'est un petit peu le PU de la pédiatrie de la structure hospitalière de la DGSN. Donc là, on reçoit les enfants qui consultent dans le cadre de l'urgence, accompagnés par les mamans. Donc c'est une structure qui a une capacité de 8 lits. Surtout pour les nourrissons et un petit peu aussi pour les grands enfants. On les reçoit avec les mamans, accompagnées, hospitalisées avec les mamans grâce à des chaises-lits. Et il y a tous les moyens de prise en charge et de surveillance, et même le confort, comme vous le voyez, pour prendre en charge ces enfants avec leurs parents. تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على الاتصال بين جميع القطاعات والمؤسسات الشريكة وكذا الأسرة الإعلامية، لذا أنشأت إدارة الإعلام والصحافة والتي تنتشر عبر 48 ولاية. أولاً، إن خلية الاتصال والصحافة هي مؤسسة اتصالية تعنى بالإعلام الأمني على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وهي يعني تعمل وتهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية اللي ترسمها القيادة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التواصل سواء مع المجتمع المدني، مع المواطن ومع الإعلاميين. الخلية عندها امتداد على مستوى 48 ولاية، عندها مكاتب ولائية للاتصال والعلاقات العامة، يتم من خلالها إيصال مختلف فروع وحيثيات الاستراتيجية اللي تحب المديرية العامة للأمن الوطني توصلها إلى أبعد يعني نقطة في التراب الوطني. هذه من ناحية التشكيلة، وهذه المجموعة من الولايات هذه كل مجموعة من الولايات هذه تكون تحت قيادة مكتب جهوي للاتصال، يقوم بالتنسيق فيما بينتها وتوجيه يعني التصويبات والتعليمات لتسمح بتحسين العمل الاتصالي على مستوى الجهة هذه. فيما يخص المهام، نقول بأن المهام بصفة عامة هي تنفيذ الاستراتيجية الاتصالية المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص سياسة التوعية، التحسيس ومكافحة الجريمة. والعمل تاعها يعني موجه خاصة
للمواطن عبر المجتمع المدني والأجهزة الإعلامية طبعا وممثلين عبر كافة الولايات، وكما تعمل على حفظ وصيانة صورة الجهاز من أي إشاعات أو أي يعني أنباء خاطئة قد تروج حول عمليات الشرطة أو حول يعني قضايا معينة على الشرطة. فالخلية يعني تصدر بيانات توضيحية وإعلامية حتى يكون هناك الرأي العام عنده المعلومة اللي تخص الحاجة للأمن. ولعل الدور الأسمى لخلية الإعلام والصحافة هو خلق جو اتصال دائم بين الصحف ومصالح الشرطة من خلال الملتقيات والفوروم التي تسهر على تنظيمها الخلية لتمكينه من الحصول على المعلومة الدقيقة في وقتها. هو عمل متواصل، يعني لو كان تعيشي معايا 24 ساعة تلقاي بأنك تخدمي في خلية الاتصال 24 ساعة، لأنه تتبعي في الصباح نشاطات تاع اليوم وفي المساء يعني تشوفي هل البيانات والمعلومات وصلت للإخوة الإعلاميين، وفي الليل يعني نبقى نتابعوا حتى القنوات والإصدارات الإعلامية اللي تصدر في الليل، حتى نوجدوا يعني كان مجموعة تخدم في الليل لتوجد العرض الصحفي الغد صباحا، يعني الساعة 7 صباحا يكون العرض الصحفي لهم نشاطات المديرية العامة الوطني يكون جاهز ليتقدم للقيادة حتى تطلع على مجموعة نشاطات اللي تخص القيادة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة بهذا الأساس أنا ضبط المخطط تاعنا لنخدمو به، هو أولا اختيار الضيوف، الدعوة الإعلامية، هل وجدت دعوات الإعلامية؟ بطبيعة الحال هذا بعض الساعدين المجتمع المدني من فوت ندوة إعلامية عندك المعتادة نديروا بيان صحفي دفرة جاز عندك قال المعطيات عندنا كلش معطيات عندنا سيزرات خلاص إذن احنا رانا نشوفوا بلي كلش راه جاهز، احنا خصنا دوك ان شاء الله نجندوا كاع الوسائل تاعنا. هذا اللقاء هذا هو يعني عينا من مجموعة من اللقاءات اللي تديرها خلية الاتصال فيما بينتها من أجل التحضير لمختلف النشاطات الاتصالية. اليوم مثلا عندنا التحضير للندوة تخص الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي صادف 26 جوان من كل سنة. اليوم شفنا الإطارات على اختلاف يعني المصالح تاعها اللي داخله في خلية الاتصال، كل واحد والدور تاعو، ضبطنا امورنا فيما يخص هذا الندوة. اذا الموضوع راه متحضر، بقات نختاروا الضيف مثلا، بعد ما نختاروا الضيف نعينوا الاطار اللي يشارك من عندنا، نشوفوا الدعوات اسكو وجهت الى المجتمع المدني، الدعوات الى توجهت للاعلاميين، وكذلك تحضير الجانب التقني في القاعة. هذه الإجراءات كلها كان إجراءات تكميلية اللي هي البيان الصحفي يتحضر، وكذلك عندنا التغطية الإعلامية لمجلة الشرطة. هذا بصفة عامة يعني نوع من النشاطات اللي ممكن يعني نوجدوها دوريا. كما اليوم مثلا راحين نحضروا بالمناسبة يعني ماشي ندوا هذه فقط، نشوفوا عملية الإفطار الجماعي اللي راح يكون يوم الجمعة، نتكلموا عليها في إطار هذه الندوة هذه، كذلك تحضير هذه الندوة هذه، نتكلموا ما هي يعني الخطة الإعلامية اللي راح نوجدوها، نشوفوا مدى التحضير المادي لهذا الحدث، ونشوفوا يعني الدعوات اسكو راحوا نتأكدوا من كل المعطيات حتى يكون العمل الاتصالي مضمون وناجح، وتكون الرسالة إن شاء الله توصل متلقي. خلية الاتصال هو اللي يقترح حاجة هو يحصل فيها، إذا أنت طلب هذا توجه لهم دعوة، توجدنا دعوة إن شاء الله نوجهها لهم. الإذاعة عرفتوا الإذاعة؟ سيدي ربش بالطبع عرفتها القناة الثانية بالتالي، لأن القنوات مليح باسكو تكون التغطية موسعة وشافوا في إطار نشاطات تاع المنتدبات الوطني الذي يعرف على من خلال هذا الروبورتاج. كانت خلية الإعلام والصحافة الشريكة والمرافقة لنا في جميع خرجاتنا الميدانية الصباحية
والليلية منها لضمان عمل أحسن والسهر على راحة الإعلاميين. حضرتنا طالب تلقينا من قناة الجزائرية تي في من أجل إنجاز روبورتاج مصور حول الشرطة الجزائرية بمناسبة 22 جويلية. طيب، طالب جابر؟ أنا عمال من طريق الفاكس. دونك شوف رابيدمون بسرعة. نعم حضرتك. دير كل الإجراءات. شوف يعني الاحتياجات واش من المديريات اللي يحبوا يخدموا معاهم. نعم حضرتك. وجد إرساليات تجيبهم لي للمصالح المختصة. هكذا بيحضروا لهم كل الظروف المواتية لإنجاز العمل تاعهم لحسن الدور. شكرا. هكذا. وعين. عين إطار باش يرافق هذا الفوج التقني والصحفي باش يسهلوا لهم المهمة في الميدان. هكذا. حتى آخر مرحلة تاع المهمة. وكي تخلص المهمة أعطيني عرض حال حول الظروف اللي جات فيها وإن شاء الله تكون مليحة. هكذا. بارك الله فيك. صحيح. شكرا. اسمعني نديرو كيما اللهمة. اشرح لي اللهمة. موافقة؟ هذا عندنا دي زيطة. ها؟ نروحو للأسالة. نصورو الوضعي. وبعد ندخلو للداخل. نديرو تجربة مع الشيخ شافها سهلة. هذا الوضع وين طرابي تاعي. بصح عندنا يومين نديرو نهار تسوير نهار بنهار. كان حتى إشكال. باش قبل رمضان. ديرو ليها سيليكسيون تاع الشيخ. راح نسهل لك كاع المهمة. فات طاولة. On va prendre le maximum de très bien. Si il faut, on va la nuit. Non, on va la nuit, Inch'Allah. Non, mais d'abord, je vais vous donner les dates à te souhaiter. Ah, d'accord. Parce que j'ai l'impression de faire l'école. Là, on a deux trottes à l'amène. Hein? Bête de théorie. On va faire la théorie. Et on va faire فلولاكم لما تم هذا الإنجاز. إن قضية التحقيق الأمني وتعزيزه والحفاظ على سلامة وأمن الأفراد والممتلكات والقضاء على مصادر تهديد المواطن هي أولويات الشرطة الجزائرية. إن تحقيق هذه الأهداف جاء نتيجة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن القيادة العليا والمجسدة في شخص سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني التي يبقى الغرض منها الاحترافية والرقي بالشرطة الجزائرية لمصاف شرطة الدول المتقدمة حتى تكون عند حسن تطلعات المواطن في مجال الأمن والاستقرار. هي أفاق المديرية العامة للأمن الوطني، والأفاق هذه تندرج في الهندسة الأمنية للبلاد على بالك الأمن الوطني هو شريك من شركاء هذه السياسة الأمنية. احنا في المخططات هذو اللي تطور فيها الأمن الوطني الهدف هو التغطية الكاملة للوطن فيما يخص ميدان اختصاص الشرطة، يعني المدن لازم نغطي كل الدوائر كل البلديات بمصالح الشرطة. كاين التغطية الشرطية اللي تخص تسيير المدن، يعني مصلحة الشرطة هي كما كل مصلحة في البلاد اللي تساهم في تسيير تاع المدن تاعنا، وكاين مصالح الأمنية المختصة لقمع الإجرام، هذيك يعني داخلة في التغطية الأمنية. عندكم مصالح مختصة في الإجرام، راكم على بالكم يتطور ولازم احنا نطوروا معه ولا اكثر منه باش نقدروا نصدوا له بالمرصاد. وتبقى مصالح الشرطة مجندة من أجل القضاء على هذه السموم التي تفتك بشبابها. الشرطة في خدمة المواطن ليس حبراً على ورق أو شعار يستعمل للإشهار في مقرات الأمن، بل هو فعل وقفنا عليه من خلال خرجاتنا الميدانية ولمس الأهداف الحقيقية للرسالة النبيلة للأمن الوطني في احترام حقوق الإنسان وأمن المواطن. هي الهدف تاعنا، الشعار تاعنا الشرطة في خدمة المواطن، ما يبقاش شعار يعني عشوائي وشعار تاع مناسبات، لازم يكون شعار تاع صح ويحس به المواطن ونلمسوه في الميدان.
وهذه كل شرطي الآن على باله ويعني عرفوا يعني لفالور تاع قيمة هذا الشعار. قيمة هذا الشعار هي إدماج المواطن كشريك في حماية المواطن والوطن، في حماية الأشخاص والممتلكات. إن الشرطي وحده ما يقدر يدير والو، والمواطن وحده ما يقدر يدير والو. الشرطي مع المواطن ومع الأسلاك الأخرى إن شاء الله بلدنا تكون دائما محفوظة إن شاء الله. فعيد سعيد وكل عام والشرطة الجزائرية بألف خير. كشرطي يعني هذا عيدنا كامل وعيد الشعب، لأن الشرطة الشرطيين هم أبناء الشعب أبناء المواطنين. إن شاء الله يكون عيد يخرج بالخير على العباد والبلاد إن شاء الله، ونتمنى هذه السياسة يعاوننا المواطنين باش السياسة المنتهجة من طرف القيادة العليا للأمن الوطني باش نزيدوا نطوروا في العلاقة بين المواطن والشرطي، ونطوروا في إمكانيات الشرطة وفي إطار تطور البلاد إن شاء الله. الرسالة اللي نقدر نوجهها يعني للزملاء عبر 48 ولاية هو أولا صحة عيدهم بهذه المناسبة، ونتمنى يعني كل الشروط راهي متوفرة، القيادة ويعني وفرت والإدارة وفرت كل الشروط للعمل الأمني المتميز. لهذا يعني ندير لهم دعوة، راه كل شيء متوفر، ندير لهم دعوة باش يكون المردود تاعهم أحسن في سبيل خدمة المواطن وخدمة الوطن. هذه يعني رسالة نبيلة تاع الأمن اللي لا تخلو من الإنسانية. لهذا يعني مدابية يطلعوا من مستوى الأداء وتكون خدمة متميزة وترقية العمل الأمني في الميدان. دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة، والشرطة في خدمة المواطن. لذا تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى كسب ثقة المواطن وتقريبه من جهاز الشرطة وتلبية حاجاته والسهر على أمنه. لذا فعيد سعيد وأصحاب البدلة الزرقاء بألف خير. تحية مني أنا خديجة بن عجمية وكل الفريق العامل معي وعلى رأسهم المصور محمد رفيق بوشكارة، إلى كل من تابعنا عبر أرجاء الوطن، إلى اللقاء. Hey, 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 hey